حبه دم انا حطيتهم في الازاز، فاتعملت جلطه هنا وهنا صيره، جلطه هنا وهنا صيره، جلطه اسمعني لقطه اسمعني بره بس اسمها بلاك روت. تمام؟ وده اسمه سيرم، ما فيهوش كروتنج فاكتور، لان الكروتنج فاكتور استهلكت في عمل الجلطه. تمام؟ انما البلازما ده متكونه بحاجه اسمها سنتريفيوج. فمع السنتريفيوج اتعمل باك تو ار بي سيز اللي هو الهيماتوكريت والبلازما. البلازما دي مليانه كلوتنج فاكتور، لان الخلايا لما اتفصلت بالسنتريفيوج ما عملتش بلاد كلوت، هي اتفصلت بس. اللي فوق اللي بره اسمه بلازما. فالبلازما دي مليانه كلوتنج فاكتور، عشان نحافظ على الكلوتنج فاكتور عملنا لها ايه يا ولاد؟ يعني حطيناها في التلاجة ولا في الفريزر؟ في الفريزر، برافو عليكم. مين اللي بنحطه في التلاجة؟ الدم. والدم بنحطه في حرارة كام؟ أربعة. أربعة ولا ماينس أربعة؟ أربعة طبعًا، ماينس أربعة يبقى تلاجة. أنت التلاجة عندك يا دكتورة ماينس أربعة؟ طيب مش عندكم التلاجة، عندكم فريزر؟ طيب مين اللي بيتكلم؟ هو اللي بالمايه. هو ليه ولاد الحياه العامه مش راكبه عند بعض؟ يعني ايه ثلاث غلطات برضه غريبه كده تطلع من لجنه من ام سي كيو هي مختار ماينس اربعه؟ فاللي هو بيجيب لك هي فاكره اربعه بس مش فاكره كان بلس ولا ماينس. فراح حطيتها بلس اربعه وحطها ماينس اربعه. ايه طب احنا عايزين نحافظ عليها قوي. ترى ماينس يلا. وبعدين طلعت لقيت نفسها اتلخبطت بين الثلاجه والفريزر. فاهمين يا ولاد؟ الدم ده عشان كده الدم يا ولاد ما يقعدش كتير، الدم يقعد 40 يوم ويدور. فاهمين؟ انما الفريش فروزن بلازما بنقول سنه وسنتين. فاهمين يا ولاد؟ عشان فروزن في الفريزر. فاهمين ولا لا؟ تشرب شربات فرحة في أمر أنت والعريس اللي جايب الحاجة تشرب شربات فرحة عشان خاطر هو قدام جه المشوار لغاية هنا. فالولاد عادة بيقولوا نشرب شربات فرحة كده. فمين الفرق بين سيرم وبلازما؟ فالولد قرر لما لقى ان هو محتاج يدخل عيانين على طول العمليات ان يديهم كلوتنج فاكتورز جاهزه. فرشح لي مين؟ فريش فروزن بلازما. حتى بتوع النساء اولاد عندهم كلمه اسمها برطم، كلمه اسمها ايه؟ هيموريدج. ساعات يحطوا الهيموريدج قبل البرطم، وساعات يحطوا الهيموريدج بعد البرطم، وساعات يحطوا الهيموريدج ينطر برطم، بيبرطم وبيجي. بقول لك لما العانه تبقى تنزل جامد كده هتخش في دي اي سي مديها فريش فروزن بلازما. مشهوره الفريش فروزن. انا عايز الشرطه، عايز الشرطه. يعني اي حاجه ايرجنت، عايز عيان عنده دي تندنسي وعايز احسنه ايرجنت، فريش فروزن بلازما از ذا بيست. لكن الفيتامين كي هياخد وقت، ولو بروتامين صلفيت في الهيبارين هاخد وقت، لكن الفريش فروزن بلازما هتشتغل لحظه دخولها الوالد. فاهمين هذا؟ لا. طيب لو عيان عنده دي دي تي، احنا اتفقنا ان احنا هنحطه في العنبر ونرفع رجليه ونحط له الاستيك ستوكينج ونديله انرجيسيك وبعدين هديله هيبارين واورال انتي كواجلانت مع بعض لمده قد ايه؟ ثلاث ايام. لا ست شهور ازاي؟ ثلاث ايام. وبعد ثلاث ايام اوقف الهيبرين واكمل اورال انتي كواجر. فاهمين يا ولاد؟ هكمل بالاورال انتي كواجر قد ايه؟ ست شهور. ست شهور، برافو عليكم. تمام. السنه الجايه هتابع الهيبرين بايه؟ بي تي تي.
وهتابع الوارفرين بيه اي ان ار. مين الهيبرين اللي مش محتاج يتابع بالبي تي تي؟ اللو مولوكلر ويت هيبرين مش محتاج يتعمله منه، هو ما بيعملش ليه كده فمش محتاج يتعمله منه. فمين هقول بقى اقول لك بروبلم سولفنج. واحد بديله هيبرين بعدين لقيته عمال يجيب دم من مناخيره من اللثة، قلت هديله بروتامين صافي. وبعدين استلم البي تي تي لقيت البي تي تي بتاعه اتنين، هو المفروض ينزف لو البي تي تي كام؟ ثلاثة. يعني انا دايما بحافظ عليه اتنين ونص، لو اكتر من ثلاثة ممكن ينزف. غريبة قوي، العيان بينزف وانا مديله هبر، العيان بينزف بس البي تي بتاعه اتنين. ده ثرومبوسايتوبينيا يا ولاد. ساعات الهبر في 5% من العيانين يعمل ثرومبوسايتوبينيا، فتلاقي البي تي تي بتاع العيان كويس. اللي وحش عنده البليدنج تايم. التعبير بتاع البليدنج اسمه بليدنج تايم. ها؟ لا انا هنزل شوية، هنزل شوية مش قادر يعني بص بقى. في عندنا حاجة اسمها بي تي تي وحاجة اسمها بي تي وحاجة اسمها بليدنج تايب. البي تي تي ده بتاع الانترنسك ميكانيزم، ده بيقيس الانترنسك ميكانيزم في البروتين. ده بتاع الاكسترنسك ميكانيزم. بليدنج تايب ده بتاع البليدنج. يلا تقولوا لي البي تي تي بتاع ايه؟ الانترنسك اللي هو فاكتور ايه؟ بتاع الهيموفيليا. طب البي تي الانترنسك اللي هو فاكتور 7. خلي بالكم ان دول بيقيسوا يعني بيقيسوا انترنسك ميكانيزم كاسكيد، كاسكيد بتاع كلوب. لكن الكلين تايب ده بتاع البليت. هو ده اللي بيقيس البليتلت اوكي ولا لا؟ مين عضلة؟ 5% من العيانين اللي بياخدوا هيبارين ساعات يجي لهم ثرومبوسايتوبينيا. و2% من العيانين اللي بياخدوا لو مولوكولار ويت هيبارين ساعات يجي لهم ثرومبوسايتوبينيا. مين عضلة؟ كم من العيانين اللي بياخدوا هيبارين بيجي لهم ثرومبوسايتوبينيا؟ 5%. طب اللو مولوكولار ويت هيبر مين أأمن؟ لو مولوكولار ويت هيبر. طب مين ما بيعملش بليدنج تندنسي؟ لو مولوكولار ويت هيبر. طب مين مش محتاج فولو اب؟ لو مولوكولار ويت هيبر. مين أجمل؟ مين أفلش؟ لو مولوكولار ويت هيبر. مين أفلع؟ يعني لو مولوكولار ويت هيبر أفلع أجمل أفلش أفلش. فاهمين يا رب؟ لو مولوكولار ويت هيبر. طب ليه ما بيستخدموش في العلاج؟ يعني ليه بيستخدموا الهيبرين اكتر؟ غالي. غالي، لو مولوكولار ويت هيبرين غالي. فاهمين؟ بس هو في ميزة. أنا ممكن أعوض العيان. أديله لو مولوكولار ويت هيبرين وأوديه البيت. طب وفرت ثمن المستشفى. لو مولوكولار ويت هيبرين مش محتاج متابعة. لكن الهيبرين لازم العيان يبقى اوبزرف. فاهماني؟ كل اربع ساعات يتعملوا بي تي تي، كل اربع ساعات يتعملوا بي تي تي. فاهمين؟ لكن لو مولوكولار ويت هيبرين مش محتاج متابعه. ونظرا لجمال اللو مولوكولار ويت هيبرين، السنه اللي فاتت كان الدكتور خالد يقول لكم لو انت خايف واحده حامل جالها دي بي تي عالجها بلو مولوكولار ويت هيبرين. صح؟ خايف يجيلها دي بي تي. لو مولوكولار ويت هيبر. وبالذات بقى انها حامل لو نزفت يا لهوي هتخش في برطم وهيبر. يا انتي برطم يا بوست برطم. وعشان الولاية ما تبرطمش معايا بنديها لو مولوكولار ويت ايه؟ هيبر. وهي بتستاهل، هي الحالة دي بتستاهل، هو غالي بس هي الحالة دي بتستاهل.
تنحل. فاهمين قوي؟ ان شاء الله يا رب يكونوا حبيتوا النوم دكتور وكده. حبيبوه؟ هو كمان بيحبوه. وعرفتوا الهبرين؟ عرفت على الهبرين؟ طلب السنه سته الهبرين. وعندي بقى اتعرفت على الحروف دي ولاد بي تي وبي تي تي وبي دي تايم. ايه اللي هيحصل لكل هذا؟ مش مشكله. انا حاجه كده. فاهماني؟ بس اهم حاجه شرف المحاضره، شرف. السؤال الجاي، امال امتى هتستخدم ستريبتوكاينوز؟ لو العانه جات لي في اول ثلاث ايام، خلي بالك بقى. او فليجماسيا دولين. طب ما الفليجماسيا دولين ده بقى له اكتر من ثلاث ايام، صح؟ ما انا عايز امنع البروجريشن وادوب الجلطه اللي اتكونت في اخر يومين. اخر يومين ثلاثه اللي حولته لفليجماسيا. يعني العاد اول ما كان عنده دي في تي ما كانش فليجماسيا قلبه ولا سيبله. وبعدين الجلط الجديده اللي اتكونت في اخر يومين خدته فليجماسيا قلبه او سيبله. فانا عايز ادوبها عشان يرجع دي في تي عادي. طب وانت خايف من فليجماسيا ليه؟ فينوس جنجرين يخاف يحط عرض. وكأن الاستريبتوكاينيز يستخدم فيري ايرلي او فيري ليت. فيري ايرلي اول يومين ثلاثه او فيري ليت لو العيان في الاتماسيا. فاهمين هذا لا؟ طب مين اخطر؟ في الاتماسيا قلبه ولا سابق؟ طب افرض العيان عنده فليجماسيا سيريلا دولين وانا مش قادر اديله ستريبتوكاينين. ليه؟ لان في حاجات ثوابت كده معروفه، انا ما اقدرش ادي ستريبتوكاينين لواحد عامل ميجور سيرجري خلال 10 ايام. يعني واحده لسه عامله مثلا هقول لكم مثال انتوا عارفينه من السنه اللي فاتت. تعرفين الدكتور خالد قال لكم ان ساعات الستات يجي لها فايبرويد وزيوتراس ويبقى مضغوط، صح؟ وقال لكم بنخش جوه نحط كماشه كده على البيوتراس من تحت عشان هي في بيتران ارض. بعدين نقعد نفتح بقى ونطلع ترمس. نفتح الفولس كبسول ونخش في البلينو كليفج بين الترو كبسول والفولس كبسول. ونقعد نقزقز ترمس كده نطلع كل الايه الفايبرويد ونخيط بعدين نفك الكماشه عشان لو حصل بليدنج نعمل المستلزم. وقال لك ان ساعات واحنا شغالين نفك الكماشه سيفير بليدنج الدم مش راضي يقف. الحل ايه؟ يا لهوي على المانيبيليشن اللي حصلت جوه البيرفس. ما هو الكلام ده معناه بليدنج جامد يعني مانيبيليشن جوه واستريكتوم مانيبيليشن جوه. قامت الجوليه في اليوم الخامس من العمليات رجلها ورمت وزرق. اديها ستريبتوكاينيز ثاني. ده عامله الترا ميجور سيرف. لو اديتها ستريبتوكاينيز هتنزل. فبنعمل ساعتها حاجه اسمها فينوس ثرومبكتومي. ادخل قسطره فوجر وانفخ البالونه واشدها. طب ما انت هتبوظ الفالفز كلها. ايوه ما هو رجلي ما فيهاش فالفز احلى ما اقطعها. يعني ممكن يقول لك لا يا دكتور انت هتدخل قسطره فجرتي في الوريد. طب ما انت هتبوظ الفالفز كلها. اوكي مظبوط. هو هيبقى عنده رجل بتورم بس اكيد احلى من غير رجل. فاهمين؟ عشان كده احنا ما بنحبش نعمل فينوس ثرومبكتومي دي الا لو في الاتماسيا سيريلا دولينز وفي كونترا انديكيشن لستريبتوكاينين. اسمع عن حاجه اسمها ستروك. اللي هو ايه ستروك ده؟ يعني امبولاس في البرين او هيموج نتيجه ان الضغط كان ايه؟ كان عالي. هو الضغط لما يبقى عالي بيموت ازاي؟ يعني ايه؟
هارت فيلير ودي هيمر تعملها بقى. واحد عنده ستروك وهيمر اديله ستيب كويس. انت عايز ينزل في المخ تاني والمخ مهم ولا لا؟ قام العيان اللي عنده ستروك ده لمده شهرين ما اقدرش اديله ستيب كويس. تعرفين لو جال في الماسيا سيري لادونيش فيناس يعني الفيناس ترومبكتومي دي انديكيشن واحد في الطب في الاتماسيا سوري لا دولن ويز كونترا انديكيشن تو ستريبتوكاين. في الاتماسيا سوري لا دولن ويز كونترا انديكيشن ستريبتوكاين هو ده الانديكيشن الوحيد في الطب للفيناس ترومبكتومي. هو انتوا متابعين معايا؟ انا هطلع واحد فيكم ونعالج الاثنين فيه مع بعض. وممكن الواحد ده يبقى ورا قاعد ورا. في حد مش فاهمني؟ يعني في الاجماسيا سيري لادولينز دي في الاجماسيا سيري لادولينز دي لما علاجها يا اما ستريبتوكاينيز يا اما فينوس رومبيك. مين الاحلى؟ ستريبتوكاينيز. طب امتى هلجا للفينوس رومبيكتومي؟ لو في كونترا انديكيشن ستريبتوكاينيز. تبقى العام مسعد؟ نعم. السيرولا طبعا. ليه بقى؟ اصل القلبة ممكن اعتمد على الهيبرين كلوم لوكرا ويت هيبرين لان لسه قدامي مرحلة السيرولا. بس كده يا مهندس. ايه؟ بس كده يا مهندس. بس نسبة بوظانها مع الفينوس روبيكتومي 100%. احنا دايما بنختار الاقل ضرر. فاهم؟ يعني الجراح يفرق عن البلطجي ان البلطجي ما يهموش الهرم. لكن الجراح يحب يحقق اقل ضرر. مثلا لو انا جيت اقول واحد اسمه مسعد، اسمه ايه؟ مسعد عنده جلطة في رجل. فانا قلت له انت عارف انا حافظ الصفحه كلها. انت الجلطه دي عندك بقى لها قد ايه؟ قال لك بقى لها اسبوع. قلت له اخس مش هقدر اديك ستريبتوكاينيز، معلش بقى هنضطر نديك هيبارين وقرا انت فاكر. فقال لك على فكره يا دكتور انا عندي الضغط وضغطي عالي قوي 180 على 120. يبقى الرادي ده فاضل له ايه؟ فاضل له هيبرين ويطلع بره. يعني 180 على 120 ده ناقصه حقن هيبرين. ناقصه حقن هيبرين، اسمع كده هيموت خلاص. طب اعمل فيه ايه ده؟ اسيب الجلطه كده تعمل له بالون امبوليزم؟ هقوم حاطط في الانفيرو في نتيفا فلتر على بال ما اتحكم في الضغط. يقوم الفلتر يعدي الدم والبولك ما تعديش. ده لحظه يا دكتور. وازاي الفلتر بيفهم؟ يعني هو الفلتر بيفهم عشان يعدي الدم وما يعديش البولك؟ لا انت اللي بتفهم. هو الراجل الصياد لما بيرمي شبكه في البحر مش بياخد السمك ويسيب البحر؟ عادي جدا. فالفلتر هيعدي الدم ويوقف الجلط. طب يا دكتور الفلتر ده بيدخلوه في الانفيرو فينا كيفا ازاي؟ هو عامل زي الشمسيه كده بتاع باربي، عارفين باربي؟ باربي دي عروسه ما ليها شمسيه صغننه كده. هو عامل زي الشمسيه. الشمسيه لما بقفلها بتبقى شبه ايه؟ العصايه. ولما افتحها تبقى شبه ايه؟ الشمسيه. برافو. عملوا شمسيه شبك. احنا ليه ما بنعملش شمسيه شبك؟ عشان المطره ما تنزلش عليا بقصائر. هم عملوا بقى اولاد شمسيه شبك. مين قصده ده؟ وبعدين قفلوها بقت زي العصايه كده. وبعدين دخلوها من الانترنال جاندلر فين. مش هطول عليك. بعد الانترنال جاندلر فين؟ بعد النومن فين؟ فينا كيف احنا عندنا كام نومن فين؟ اثنين.
بيعملوا سبيل بينا كيف عندنا كم نوم الارض كل ده تعب الواحد صح؟ حتى ما قلت للدكتوره بعد الترم الجدول قالت لي ايه؟ قالت لي ايه؟ شاطره شاطره بس مين؟ اصحاب بصي يعني بعد الانترنال جاجلر فين هنخش السوبر فينا كيف بعد السوبر فينا كيف الرايت اتريوم بعد الرايت اتريوم الانفير فينا كيف وبعدين اقوم دايس على الزرار يوم الشمسات الفتح طب بعد ما الشمسات الفتح اسيبها واطلع ولا اخدها معايا؟ اطلع لان دفع كمان انا بقى بعدين اسيبها بقى كل ما كنت جلطه تيجي تحشها وتعدي الدم كل ما جلطه تيجي تحشها وتعدي الدم على بال ما اتحكم في الضغط عشان افضيله دبل يا دكتور افرض ان البولر سدت الشمسيه عم دخل البروديوسر وفكك الشمسيه وغسلها وحطيتها تاني طب افرض يا دكتور في اللحظه اللي انت دخلت فيها تفك الشمسيه وتحطها تاني جاله برميه امبوليزم يطلق له الشهاده بس اصلا هو ربنا عايزه لما ربنا بيبقى عايز حاجه وهيحطها هي دي الاسئله في الترتيب اللي كنت عايزها ورا بعض السؤال الجاي الفلتر ده اسمه ايه؟ اسمه جرين فيلد الحقل الاخضر الحقل الاخضر جرين فيلد طب يا دكتور هو ليه سموه جرين فيلد؟ ايه علاقته بالحقل الاخضر؟ ملوش اي علاقه بالحقل الاخضر خالص الراجل اسمه كده الحقل الاخضر زي مين؟ درينك ووتر يشرب ميه ولوكول يقفل خشب وبارك في واحد اسمه مرض بارك فده اسمه جرين فيلد اسمه جرين فيلد الانديكيشنز ليه يا ولاد ان حد عنده كونترا انديكيشن للانتي بايد عشان دكتور عايز اسالك سؤال واحد جالي ضغطه عالي كده يعني 180 على 120 فانت مش قادره تديله لا هيبرين ولا اورا انتي بايد فما تديله ستريبتوفايلين ده هيموت اسرع يبقى انت قصدك اكيد تموته بسرعه يعني اكيد الستريبتوكاينيز اعرف منه فاكيد انت عايز تموته بسرعه فلو انا عندي ضغطه عالي كده ولا بنحط له جرين فيلد ايه؟ فلتر على بال ما يروح الكونترا انديكيشن للانتي كواجيليشن بنركب الجرين فيلد فلتر ده ولاد في واحد عنده مشكله تمنعني ان اديله انتي كواجيليشن او جاله بالمونري امبوليزم على الرغم انه فولي هيبرينايز يعني جاله بالمونري امبوليزم على الرغم انه فولي هيبرينايز او عنده رينال فيلير وهارت فيلير وليفر فيلير فهو فاضل له لانج فيلير ويبقى شايل كل النوادي بس حط له الفلتر هو ما عندوش الا اللانج يطلع فخليها له الله يسترها فالانديكيشن للجرين فيلد فلتر يا اما في كونترا انديكيشن لتسييل الدم او رغم ان انا مسيل دمه جاله ضغط جاله برمون برز او العيان ما حلتوش الا الرئه بقول لك وعهد الله ما حلت حاجه الا الرئه جلاوي ما فيش كبده ما فيش قلب ما فيش الا فش فاهمين؟ السؤال الجاي طب انت هتفتكر في الامتحان كل ده؟ بس لو افتكرت جرين فيلد فلتر تبقى شاطر. ده انت بتقعد تقول نحط فلتر كان اسمه ايه اللي بيدور يا اولاد؟ طبعا هتلاقوا في المور ديتيلز تفاصيل عن الهبارين وتفاصيل عن القرى انتوا قبل اكتبوا عليها هذا فضل الله يؤتيه من دكتور نعم اخلص انت ما تحرجعش معايا المنهج عايز ايه؟
في الجماس يا فلفل الجماس يعني في الاول خالص يا فلفل الجماس في بعد كده الدرس اللي بعد كده اولاد اكسيلري وسبتليفيان دي بي تي هو ده خدناه في الصراحة الأوت بالسندرو نتيجة هايبر إيفور أو نتيجة سيرفايكر ريب عايز أسأل سؤال ولا العصفور الكناري يعني قول لي يا حبيب قلبي اللي هيجيله دي بي تي في الأبر ليم هيشيك من مين؟ وبعد اللي دي ما بين تمام وممكن تعمل بلان بريف وهعالجها بقرة انت قادر انت تدبر هو زي طب والبلمونة من بوليزمو خطورتها تتوقف عليه حاجة الجلطة لو سديت البلمونة ارتر كل يعني مو لو سديت واحد ميديم سايز بس انا عارف ان الكلام ده بطن اكتر يعني افرضوا ان الجلطة ساتي برانش من البالونة يعني انا اضربه سدينا داش سدينا ميديم سايز ديفيسل ترانجلر بارش صغيرة اوي نقطة ففين ساتي برانش هجيله رايت سايد هارت فيلر زيوت رايت سايد هارت فيلر دي بقى القلب رايت بنت كان بيضخ الدم رئتين فدي نصيبها 2.5 لتر الدقيقة ودي نصيبها 2.5 لتر قام فجأة واحدة تسد فراح ضخخ ال 5 لتر فين؟ في لانج واحدة فاللانج احتقنت جامد قوي احتقنت جامد هتفرقع الريفلكس اللي راحت عامله ايه؟ فازو كونستريكشن فالقلب مش عارف يودي الدم فين؟ واحده قافله والثانيه راحت عامله له فازو كونستريكشن فزعق لها قال لها افتحي يا ودي الدم فين؟ قالت اللاند ردت عليها قالت له يا مالي يعني اوعيتك فرقع والله ما انا فاتحه لك قال لها افتحي خرطيتك هوريك الدم عمال يرجع لي مش عارف اوديه فين؟ عملت لها ردت قالت والله ما انا فاتحه لك ولع طبعا كل شويه الدم يجيله كل شويه الدم يجيله القلب يمط القلب يمط عملوا له افتحي مين هذا العلاقه باللنج والهارت تمام فلو برانش اتسد هيحصل اكيوت رايت سايد هارت فيلر فبسم الله ما شاء الله عليكم تعطيل بالونه امبوليزم خطورتها على حجم الجلطه يعني خطورتها على حجم الجلطه طب هو العيان اللي عنده بالونه امبوليزم بيشتكي من ايه؟ طب لو انت عندك حد عنده دي بي تي وانت شاكك ان عنده بالونة بوليزم هتعمله انفستيجيشن ايه؟ واحد يقول لك يا صدري يا صدري تبقى ايه يا دكتور؟ يقول لك برافو طب بص القلب هنا كمان اي قلبي لو قلت صح هاي يا صدري هاي يا قلبي على فكرة الاي سي جي ممكن تلاقي فيه رايت فنتريكولار سترين هم عندهم حكايات بقى في بالمونال وعارفين ازرق وحاجات طالعة وحاجات نازلة هتلاقوا موجة منهم هنا هتلاقي رايت فنتريكولار سترين العيان قال لك اي يا صدري هتطلب له ايه؟ اي يا قلبي قالك انا مسرق شويه ارتيريا بلاد جاز برافو عليك هتلاقوا فيها ايه؟ هاي بوكس
طب ثاني اكسيد الكربون الاول ايه وبعدين اول نورمال وبعدين عادي؟ لا طبعا الاول هيبقى نورمال وبعدين يبقى واطي. يبقى واطي ازاي يا دكتور؟ واطي كاحلاق ولا واطي كايه؟ لا واطي كليفل. ليه يا دكتور واطي؟ عشان انا عمال ينهج عمال يعمل وش السو تو. عايز تسمع الدكتور عمال يقول لي اه اي جوت ات. طبعا مش جوت اي حاجه مش فاهم اي حاجه خالص. هي حافظه بقى بس كده بس ان الكربون دايكسايد مور ديفيزابل عن الاكسجين. فلما نعلها ام ايه ام طرب ثاني اكسيد الكربون. قالت لي ايوه الكلمه اللي انا حافظاها دي مور ديفيزابل وان الكربون ده ما يقعدش يجي اقول لك الكربون دايكسايد ديفيزابل اكتر من الاكسجين 30 مره. انت 30 يبقى انت كبني هتعمل وش للسو تو. انت تقول له طيب خلاص. طب ازاي حد يجي له هايبوكسيا هايبر كاربون؟ ازاي يعني؟ ما خلاص اي عيان عنده هايبوكسيا عنده تكبني. يبقى ما فيش هايبوكسيا بقى وهايبر كبني. لا في هايبوكسيا هايبر كاربون. امال ايه؟ انت مش حاجه انت كل شويه اشرحوا لك كلمه وسخه في حته وبعدين اشرحوا كلمه وسخه في حته ثانيه كل انت نسيت الكلمه الوسخه الاول. عادي انت ممكن تقبل اي حاجه لو قلت لك هايبوكسيا هتقبل. هو هايبوكسيا بتعمل تكريم؟ اكيد. اذا اي هايبوكسيا لا يمكن يبقى معاها هايبر كارب. تعالوا بقى نفهم الموضوع. اللنج ده ولاد فوسفوليبيد. هو اللنج دي فوسفوليبيد؟ يا ليفل دي فوسفوليبيد في ليفل. فالكربون دايكسايد فات سوليبل. كربون دايكسايد فات سوليبل مش الاكسجين. فطالما ان اللنج فوسفوليبيد الديفيزابيلتي بتاعتها لثاني اكسيد الكربون عاليه جدا. فاي تاكيبنيا هتعمل هايبو كاربون. هايبو كاربون. يعني اي تاكيبنيا هتقلل ثاني اكسيد الكربون. فهمنا بقى؟ لقيناها فوسفوليبيد. طب فضلوا في مرض عمل بالمونري فايبروزيس يعني مثلا تي بي عمل بالمونري فايبروزيس. اذا اللنج ما اصبحتش فوسفوليبيد. يتغير يبقى فايبر ستيشن. لا الاكسجين هيخش ولا ثاني اكسيد الكربون هيطلع. يعني ديبينز على طبيعه المرض. مش الصفحه دي اقول لك فيها كذا تقول لي ايه؟ اقلب الصفحه اقول لك برضه قول لي برضه مات والله ما انا كاتبه. يعني ديبينز على طبيعه النسيج ده فوسفوليبيد ولا فايبرس تيشو. فاهمين على ده؟ السؤال الجاي. طب هو الاول العيان عنده تاكبني صح؟ عنده تاكبني ليه؟ هايبوكسي. بس ما لحقش لسه ثاني اكسيد الكربون ينزل. ففي الاول بيبقى هايبوكسيا نور مكمل. بعد شويه يبقى هايبوكسيا هايبوكابني. فاهمين؟ مع النهجات. معلش يا انا نسيت اتعرف عليكم الاول. هو البي او 2 كام في الدم؟ 90 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
الامراض اللي دي قطوها اولاد خمسه يعني 95 100 100 ملي متر مكعب وما فيش قطوه 45 ملي متر مكعب برافو عليك الصوديوم كم في الدم؟ 135 145 ملي متر ولا ملي مول بر لتر؟ ايه هي هي عشان بيلانس واحد سافور جدع يلا عشان بيلانس واحد انما الكالسيوم يختلف الملي ايكويفالنت عن الملي مول انا ما
مش هضغط عليكم اكتر. السؤال الجاي، وانا بعمل ايه؟ انا بمهد ليوم تين كده اسمه ووتر والكترولايت. اليوم ده بيبقى يوم عالمي. عارف لما يديك طالب لعارف لا ووتر ولا الكترولايت ولا يعني ايه بي اتش اصلا. والله ما اعرف يعني ايه بي اتش. بقول له خد درس له ووتر والكترولايت واسيد بيس بالانس. ادرس له ايه؟ انا مش عارف يعني ايه بي اتش. ادرس له ايه؟ انا تعرف ينفع طالب زي ما ينفعش حد يدرس له. ده اخر باب بشرحه. افضل طول السنه زغط فيه، طول السنه زغط فيه، فيبقى معايا طالب اصلا يقبل التفكير. انا قريت الكلام ده وانا بقوله بتحفظه ورايا؟ ايوه تحفظه. هتفتكر ايه بقول شكلك او بضايقك او بهينك؟ لا انت هتعرف، هتعرف زي الكلب فاهم، هتقعد تتعلم غصب عنك. البيو 2 كاميرات طب لو حد اولاد عنده بالمون امبوليز ممكن اعمله فنتيليشن بفيوزر لانج سكان صح؟ انت انا اما ولا ولا قال فنتيليشن بفيوزر لانج سكان هو في الفنتيليشن بفيوزر لانج سكان مين اللي هيبقى امبير؟ طب انت بتعمل فنتيليشن ايه؟ هيطلع نورمال. انت عارف تفرق ايه ان الفنتيليشن طلع نورمال او مش نورمال؟ عشان لو دي اولد انفاركشن بتجيب بايه؟ يوم يبوظ الفنتيليشن والبرفيوجر. انما لو ريسنت انفاركشن تبوظ البرفيوجر وما تبوظش ايه؟ الفنتيليشن. طب اللي عنده دي في تي وانس دي في تي اولويز دي في تي، لان عن وانس اللي جاله دي في تي مره عنده كرونيك فينس انسفيشنس فسهل قوي يجيله دي في تي تاني. طب يا ترى الانفاركشن اللي عنده دي جديده ولا قديمه من مرات فاتت؟ عشان كده بنعمل فنتيليشن والبرفيوجر عشان اعرف هو حاجه ريسنت ولا اولد. فهمت يا لك؟ ولاد مخطوطه عامل ازاي؟ مفقع. ممكن تلاقي شغل ولا حافظ فنتيليشن برفيوجر لاند سكيب وعارف ان البرفيوجر بير لكن الفنتيليشن نورمال. وبعدين ما سالش نفسه طب يعملوا فنتيليشن ليه؟ ما كل العين دول هيطلعوا نورمال. ليه فنتيليشن؟ ليه ادفعه اكتر؟ لا ممكن يفكر كده الواد ده لانه نوخ. ليه ادفعه اكتر؟ طب ممكن ادفعه اقل. لو سال نفسه السؤال ده لازم هيقف، لازم هيقف ولازم هيروح يسال المستر. اما مستر انت ليه عايز تدفع الفلوس للعام فلوس تاني والمستر يقول له ولا ايه؟ واضحه لا؟ لكن ذا موست اكريت سبايرال سي تي او سي تي انجيوجرا. العيان بتاع البرمونيا امبوليزم بنعالجه فين؟ البرمونيا امبوليزم في العنبر في الاي سي يو. ايه السبب اللي بيموت في اول 48 ساعه؟ برافو عليكم. حط له اكسجين ومورفين وهيبرين طقميين. فاهمين يا رد؟ بس هو يعني النيل في الاي سي يو المونيتور. يعني النيل في الاي سي يو المونيتور. ده البرمونيا امبوليزم اتظبط صح؟ شويه كده ويضغط عليها بتوع البطه كمان. بعدين ممكن اضغط عليها مره في المراجعه خلاص كده انت كاني جالك بالونه بالونه يعني بعد كده هتلاقوا فاريكوز فين. الفاريكوز فين دي ولاد حاله نوم. فاريكوز فين دي حاله نوم. قوم يا ولد قول لهم انت شفت عين فاريكوز فين قبل كده؟ خالص؟ خالص؟ مين يا ولاد شاف حاله فاريكوز فين؟ كويس قوم يا اه قوم
كلت السندوتش بتاع الشيش. ماشي يا حبيبي. قول لهم بقى بعد السندوتش الشيش ده انت عكس زي اللي انا عنده في البيت. عملت اكسبوجر. انا عملت اكسبوجر ده ايه؟ دايريت التورشس. مين اللي دايريت التورشس؟ فين؟ انو فين؟ سوبرفيشال فين؟ يعني الفايكوز فين مرض السوبرفيشال فين؟ ايه؟ انت شفت الديب دايريت التورشس؟ يبقى ده مرض ايه؟ سوبرفيشال. طب لو السوبرفيشال بس اللي بايظ يقولوا عليه برايمري فايكوز فين؟ طب لو الديب باظ راح مبوظ السوبرفيشال. ايوه اهو باظ اهو الديب باظ اهو. وانا قلت الديب حصل فيه فاريكوز فين؟ انا ما قلتش كده. انا قلت ان الديب حصل فيه مثلا كرونيك فينس انسفيشن. قول مين اللي بيصفر؟ ايه؟ موبايل بيصفر؟ ده بيعاكس ولا ايه؟ موبايل بتاعي؟ موبايل مين ده؟ ده بتعكس مين؟ موبايل هو اللي بيعاكس؟ لا خلاص طالما موبايل بيعاكس مش دعوة. فاهم انا ان الفاريكوز فين مرض السوبرفيشال سيستم؟ لو الديب سيستم باظ مش بالفاريكوز فين. يعني مثلا كرونيك فينس انسفيشن او واحده حامل وراس العيل ضغط على الديب سيستم فمزوده فيه الضغط راح مبوظ السوبرفيشال. فالديب اللي باظ الاول راح مبوظ ايه؟ بس الولع عنده قناعه كامله ان الفاريكوز فين مرض السوبرفيشال فين. صح؟ صح؟ بأمارة ايه؟ اللي قال بأمارتي ان انا شفتها يا جدع. فهمت؟ فلما اقول لك ان الفاريكوز فين دايليت التورشا السوبرفيشال فين انت هتقول لي ايه؟ كل الكلمه واضحه؟ وكلمه السوبرفيشال دي ما توقعش منك. صح؟ ومش معقول حد يقول لك وتحصل في الديب؟ تقول له انت بتحصل في الديب تحصل يا باشا. تقول له ما انت ليه بتقول لي سوبرفيشال؟ حرام عليك يكون من كم مكتوبه كلمه وسكه. الفاريكوز فين يا اولاد مرض السوبرفيشال فين؟ متفقين على دي؟ طيب هو هي اكسكلوسيف للور ليفل؟ انا ممكن تحصل في الاور ليفل. ازاي يعني الاور ليفل ده مش قد الجراف؟ بقول لك واحد نايم. ممكن يبقى ساكن ياتروجين. سؤال انا السبب. لا انا عنده رينال فيلير شنط راح داخل عامل له شنط في ايده كسره منه فبقى عنده ارتريالايزد فين ياتروجين او تروماتيك. واحد بيجيب حاجه المفروض دخل عليه خراب لازم نقطه تبقى موقف زي بس هيجي له ارت بيري فينس في استرا فين وهتعمل له فاريكوز فين. يعني الفاريكوز فين هو اكسكلوسيف مرض السوبرفيشال فين لكن مش اكسكلوسيف للور ليفل. الفاريكوز فين مرض اكسكلوسيف للسوبرفيشال فين لكن مش اكسكلوسيف للور ليفل. يعني ايه انا برايمري فاريكوز؟ يعني ديب سيستم سليم ما فيش حاجه. هو سوبرفيشال باظ. امال يعني ايه سكندري باظ؟ ديب سيستم باظ. الديب سيستم باظ فباظ السوبرفيشال. مين اخطر؟ ديب سيستم. مين اخطر البرايمر ولا السكندري؟ ديب سيستم. حتى سيبك انت لو انا سالت واحد خريج كليه اداب قلت له برايمري باريكوز بين اخطر ولا سكندري؟ يقول لك دي اتنين مع بعض اتنين شكلها خطر. تمام؟ يعني فاكر السكند الاخضر طبعا من الفرايمر. عشان انت بقى في كليه الطب لما تعرف ان الديب سيستم هو المين فينس درينج اوف زارا ليمب يعني ايه بايظ؟ ده في مشكله. فاهمين هذا؟ لا. ازاي رجاله؟ طب ليه حد يبوظ عنده السوبرفيشال بين ويعمله بايظ؟ سكن عرفت السبب. طب لو ما عرفت السبب اسميه ايه؟ شاطر. طب في الامراض بنقول عليها برايمري وسكندري اكواير مش كونجنت.
congenital disease ما فيهاش برايمري وسكندري. لكن الاكوايرد ديزيز بنقول عليها برايمري وسكندري. وكل ما الطب يتقدم البرايمري يتلغي، كل ما الطب يتقدم البرايمري يتلغي لانه اصبح ايه؟ فمثلا احنا ما في التايفويد ما بنقولش برايمري وسكندري، لان شفنا البكتيريا ونقلناها وعملت الانفكشن وخلاص ما بقاش في برايمري وسكندري. بعد شويه انت عارفين الواد ده دلوقتي الواد بيقول ان الفاريكوز فين برايمري وسكندري. عارفين ده ما يكبر خلاص لازم ان شاء الله ممكن يدرس الفاريكوز فين ده على ان ما فيش برايمري وسكندري. اشمعنى؟ عرفنا سبب البرايمري فاصبح كله ايه؟ فبنقولش سكندري بقى خلاص بنقول فاريكوز فين خلاص. فهمتوا الطب بيتكتب ازاي؟ كويس قوي. شريك معزه قبل كده؟ شريك معزه خالص. طب انت شفت واحد بس بيشتري معزه فعمال يبص عليها من تحت. طب بص على ايه؟ بيبص على ده اسهال ولا لا؟ عشان ما ياخدهاش تموت منه. انت بتبص على ايه؟ وبيبص على بقى ايه؟ عشان يشوف سنانها 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 قد ايه؟ عشان ما تبقاش عجوزه. طب وبيشوف عندها دوالي ولا لا؟ ايه؟ لو عندها دوالي المهر ينزل. ليه ما شافش الناس عندها دوالي؟ عشان ماشي على اربع. فما فيش وزن عمود الدم ضد الجراف. يعني الانسان جاب المعزه يا صاحبي. فبقى وزن عمود الدم تقيل فجاله فاريكوز مين؟ فاكرين يا واد؟ انت عندك فاريكوز مين؟ انت عندك فاريكوز مين؟ الواد ده عنده فاريكوز مين؟ تفتكروا ليه؟ مش لاقي سبب لا حامل ولا عنده بيبي ابدومينال ماس ولا هو جزار فعنده ارتيريا مش لاقي سبب. يعني ايه برايمري يجي له فاريكوز مين؟ ده بقى ايه؟ مين اللي قال ما نعرفش؟ شاطر يا عروسه ايه ده؟ يا سعيد ايه انا بس حبالي. قدرت تحتفظ بالمعلومه دي دقيقه واحده. سالتها برايمري سببها ايه؟ قالت لي معرفش معرفش. انت لسه قايل برايمري يعني ايه ديو باص؟ انت فاكر ان انا بنسى وانا قاعده؟ طب احنا مش عارفين انه نحط ايه ده؟ ثيري. برافو عليك. فاهمين الكتب بتكتب ازاي؟ اه في الوقت ده ليه جاله فاريكوز فين برايمر؟ علم ده اوريدا فيها ضعيف. ما عارف فين ايه اللي ده بس الكونكتيف تيشو ضعيفه في علمه. عشان كده في واحد في علمه عنده فاريكوز فين وواحد تاني في علمه عنده فاريكوز فين. يعني دوالي في القسم وواحد تالت في علمه عنده بواسير يعني دوالي في الشرق الملحوظة ان كل الدوالي في النص التحتاني لكن ما حدش جاله دوالي في مناخيره عشان في النص الفوقاني بقى مش انتي جراب. فاهمين الفكره؟ ايوه بس الواد ده وقف كده وبص على عيلته. اشمعنى ده جاله فيروسين وده جاله فيروسين وده جاله بواسير طالما كلنا عندنا جينات مستقبل اكزايتنج. عارفين مين فيهم هيجي له فيروسين؟ ايوه تقويني دايما عمال اتمشى عشان نشرح على اساس علمي. امال مين فيهم اللي هيجي له بواسير؟ اللي عنده افساد طرح خلاص طرح من تحت. امال مين اللي هيجي له فاريكوسير؟ اللي هو اللي كل شويه ياخد البوسه ويروح حاطط محمد علي فاهمني؟ هربان من المدرسة من 8 الصبح من 8 الصبح ل 3 الظهر ماسك ايد البنت يقول لها بحبك. ذا ريزيستنت بيلف كونجيشن انري. ده المدرسة فيها فسحة، الحصة فيها بريك، ضرب. انت بتطبطب عليه ليه؟ هي العيلة فيها جنراليز ميزين فايمال ويل فهمني؟ لأن عيلته مارفان أو إهلار دالوس
بس الاكسايتنج فاكتور ما بين فاريكوزين ايه الاخبار يا انت؟ يا التأملات بتاعتك وصلتك ليه مقاول جدا للموضوع صار الجاي. طيب وما بالسكن بالفاركوز دي سبب ايه؟ الديك فين. فالسبب اللي في الديك فينز ده اثر على السوبرفيشال صح ولا لا؟ يعني مثلا واحدة حامل فراس العيل ضغطة على البلفيك فين، وكمان الحامل لو بتطلع بروجسترون وبتطلع ريلاكسين والحاجات دي بتعمل ايه في العضلات؟ بتنفيها. عارفين الست الحامل ده رد الست يعني ايه؟ ست يعني ما البروجسترون ده ايه؟ هرمون الحمل عشان خاطر يدخل يوترس عشان اليوترس يسمع الكلام ويسيب النونة جوه. فاهميني؟ قرب الولادة تطلع حاجة اسمها ريلاكسين يفك الليجامنت عشان السيمفس بيوبس يفتح والسكرم مع الإيليام يفك من بعض شوية. مش كده تلاقوا الست في آخر الحمل ماشي يا بط يا كلاوي سمع مفكوكة ميدي إيش سبحان الله على الجمال سبحان الله شنوتها يا حد هو ما حد يفك يمط الحوض هتحكم لنا ولاد صح؟ حاسس ما كان مش راح للكبار. طب هو الكلام ده هيجري على الليجمنتس بس ولا يجري على الفين بس؟ لا هيجري على مش كل المصل. وبالتالي انا متوقع ان الست الحامل من ضغط راس العيل على البلفيك فين والبروجسترون والريلاكسين ان يجي لها فاريكوز فين. هيروح الفاريكوز فين ده بعد كده؟ لما ايه؟ لما تولد. لان علاج الحمل ايه؟ الولاده. برافو عليك. عارفين بعد ما تولد بنستناها لما تراب ايه؟ رابعة. ما هي تراب رب يا تراب. لما ترابع عارفين بعد ما ترابع ترجع الهرمونات بتاعتها ايه؟ تصبر. يوم الفاريكوز فين تروح؟ عارفين الجزار؟ كان بيشفي فتحة اللحم. خن عارفين خن الوقت ده اسمه ابن جرايور برافو عليك. فكان حاطط فخدة اللحمة وخنور وجرايور بيشفيها الفخدة دي كانت ايه؟ وهو بيشفيها كده السلاح طول طاك راح خرم الفمرة أكتر وفمرة الإيه وعمل بينهم إيه؟ فيستلا. فالبين بقى أرتريالايز بين وجاله فاريكوز بين سريلينج ارتجلايز بيت. خلي بالك ايه اللي حصل. الاركل والبيت فتحوا مع بعض. فين الاركل؟ الصغير. وبعدين الدم اتحرك من الاركل للبيت. انهو بيت؟ فمرة. ده ديب ولا سوبرفيش؟ فضلت عليها وفي ديب. راح ضارب الفالفل وسمع في السوبرفيشن. فاللي باظ الاول مين؟ الديب. راح مبوظ مين؟ فبدل ما السوبرفيشن يصب في الديب راح الديب اللي صب في السوبرفيشن. وده منتهى الصعوبة ان الوريد الكبير يصب في الوريد الصغير فاصبح الوريد الصغير كبير هو كمان. عارفين راس العيله لما ضغط مع الايه بيت زودت الضغط في الكاميرا البيض فراح ضارب الفالف ونقل على السوبرفيشن. فالوريد الكبير اللي بقى يصب في الوريد الصغير فجالها فاريكوز بيض. فهمت اللعبه؟ مثلا اورطه انيريزم ضغط على الانفيريو فينكيه فراح مزود الضغط في الديب فين راح فتح على السوبرفيشن فعمل له فاريكوز فين. كل ده يندرج تحت عنوان ايه؟ سكند فاريكوز فين. واحد جاله دي في تي فالفالفز ايه؟ باظت وجاله بوست في لبتك. ده بعد ما خف من دي في تي
بس هو دلوقتي واقف الضغط عالي قوي يساوي وزن عمود الدم من رايت اتريوم لغايه كعب رجله، مفيش فالفز. فالضغط في الديب سيستم ايه؟ عالي لان عنده كرونيك فينس راح ضارب البرفوريتور، راح الديب يصب فين؟ في السوبرفيشال، فراح عامل فريتوفيل. تعبينا؟ وصلت؟ يعني ايه سكندري فاريكوز فين؟ يعني الديب سيستم باظ فبوظ السوبرفيشال فبقى سكن. بس ناخد بالنا من حاجه، الديب سيستم مش باظ يعني ليه في فاريكوز فين؟ لا الديب سيستم ما يجيش فيه فاريكوز فين، ده سبورتد بعضلات وفاشيه. اللي يجي فيه فاريكوز دي ان سبورتد فينز، ان سبورتد فينز زي السوبرفيشال فينز البواسير تحتها ميوكاس ممبرين، بس ان سبورتد فينز اللي تبقى دايليتد تورشس. فاهمين يا معلم؟ فدي بوظ ايه؟ سوبرفيشال. هروح على حاجه كده ونمشي. دلوقتي واقف. ضغط الدم يساوي ايه؟ مفروض وزن عمود الدم من رايت اتريوم للكعب رجلي بشرط ان الفالفز كلها تبقى مفتوحه. ده مش موجود. فالفالفز قافله. فوزن عمود الدم متكسر. فالضغط تحته قليل قوي. اوكي انا همشي دلوقتي. راحت العضلات ايه؟ فضل. راح الدم راح ايه؟ القلب. هو العضلات بتضغط على السوبرفيشال ولا دي؟ دي من تحتها. لو العضلات ضغطت على السوبرفيشال تبقى ايه؟ ساقطة. برافو عليك. فراحت العضلات لما قبضت ضغطت على الديب، فراح الدم اللي في الديب راح ايه؟ القلب. وقف. جه الدم يرجع راح القصبس قفل. ايوه يا لهوي، بس الديب سيستم دلوقتي ما فيش دم، دم راح القلب والعضلات ريحت، فالديب سيستم بيتفتح بالعافيه فبقى نيجاتيف، راح سحب الدم من السوبرفيشال. فاهمين؟ يعني اصبح الديب سيستم زي الشفاطه لانه العضلات راحت عليه ففتح ومفيش دم راضي يجي له من فوق فبقى نيجاتيف، راح شفط الدم منين؟ من السوبرفيشال. وبعدين العضلات القبض التاني فلا الدم امشي اذا الديب سيستم يعمل مع الحركه كمضخه مصه كبسه كبسه فين؟ للقلب. ومصه منين؟ يلا سمعوني الصوت كده. تمام؟ العامل بوظ كده ديب سيستم، الفالفز بايظه في الديب سيستم. فالعضلات انقبضت. سمعوني صوت. العضله ريحت كاش راح الدم نازل له تاني مفيش نيجاتيف مش هيشفط حاجه بس عارفين لو انا عندي كرونيك فينس انسفشنسي اسمع صوتين تانيين ها اسمعوا كده كاش 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 يعني انتوا عندكم سكين هنعمل ايه في الكلام اللي انا قلته ده؟ انا هقوله تاني في الكلام بس انا احب قوي في الاخر خالد يبقى عنده سنس. اوكي؟ يلا انا عايز بصوا يا ولاد عشان الطلبه ما تضيعش العيال بتوع الكلينيكال معادهم بكره. فاهمين؟ مين اللي ما عندوش مواعيد يوم الثلاث اللي هي حصه النظر؟ يعني ستين بوستر الثلاث. مين يا ولاد شغال كلينيكال؟ جنرال سبيشال. انامونس هيجي ايه؟